في كل أزمة تعبر بها مصر نجد دائما الرد متأخرا، ومن أجل إيجاد سبل وحلول سريعة أقام معهد الدراسات والبحوث الإحصائية مؤتمر حول رؤية مستقبلية لإدارة الأزمات في مصر في ضوء مكتسبات ثورة 25 يناير. بعد ثورة 25 يناير في تجديد، في تغيير، في توجهات جديدة في كل قطاعات الحياة، ومنها إزاي يبقى عندنا منظومة لإدارة الأزمات على المستوى القومي، منظومة علمية ناخد بيها بكل قواعد علمية وناخد بيها بما وصلت إليه على مستوى العالم. الفكر الآن يتجه لابد أن تكون هناك بيانات ومعلومات موجودة، لابد أن تكون هناك سيناريوهات استباقية لأي موقف يحتمل، لابد أن تكون هناك إدارة علمية على أعلى مستوى، لابد أن تكون هناك قيادات قادرة على اتخاذ قرارات. موروث أن إحنا ما بنهتمش بأي مشكلة أو أي أزمة إلا بعد ما تقع، نقوم نشعر أن في مشكلة ونبتدي نحاول نحلها. دلوقتي بقينا نفكر بمفهوم مختلف شوية، أن إحنا بنتوقع ممكن يحصل أزمات ونبتدي نخطط لها. طب نتعامل معها إزاي؟ هل ناس متخصصين يبقوا قادرين على ان هم يقوموا بهذه المهمه ولا اي حد ممكن؟ هل دي اداره مهمه في كل وزاره من الوزارات، في كل منشاه من المنشات؟ دي حاجات مهمه جدا. احنا في الازمات في ثلاث مراحل، قبل واثناء وبعد. المهم جدا مرحله قبل، ان احنا ناخد خطوات فيها استشراف للمستقبل، فيها توقعات، وانا شايف في كل الاحوال ان نطاق الازمات هيبقى قليل بعد الحريات، بعد الديمقراطيه، بعد احترام حقوق الانسان، بعد وجود منظومه للعمل وتحترم المواطن وتحترم حقوقه الاساسيه. بالتاكيد ده يحل كثير من المشاكل. قامت ثورة 25 يناير للقضاء على الفساد ومواجهة الأزمات والتنبؤ بها مستقبلا، وهي من أفضل الطرق للقضاء على الفساد. إنجي خالد، نهارك سعيد.